مرحبا بكم مشاهدينا إلى برنامجنا وسط الخبر. وفي قضيتنا، انطلقت اليوم في طرابلس أعمال منتدى الهجرة عبر المتوسط بمشاركة 28 دولة من إفريقيا وأوروبا في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوار وتطوير السياسات المشتركة لإدارة الهجرة غير النظامية، في الوقت الذي تظهر فيه البيانات تزايد نشاطات المنظمات غير الحكومية وتراجع أعداد الوافدين، حيث زادت عمليات الإنقاذ بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي، وخفضت أعداد المهاجرين بنسبة تزيد عن 60% مع تسجيل أكثر من 30,000 حالة إنقاذ في البحر خلال عام فقط، معظمهم انطلقوا من السواحل الليبية نحو أوروبا. فهل المنتدى يلبي تطلبات المرحلة في وضع السياسات المشتركة بين دول القارتين وستساهم في تحسين إدارة الهجرة؟ وما هي الحلول الممكنة التي من الواجب اتخاذها لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في كل من دول المصدر والعبور؟ نبدأ النقاش بعد مشاهدة هذا التقرير، فأهلا بكم. انطلقت أعمال منتدى الهجرة عبر المتوسط في ليبيا اليوم الأربعاء بمشاركة 28 دولة إفريقية وأوروبية من خلال رؤساء حكومات وغيرهم من الممثلين. ويعد هذا المنتدى مبادرة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة من أجل تعزيز الحوار ما بين الدول الأوروبية والإفريقية المعنية حول إدارة الهجرة غير النظامية عبر البحر الأبيض المتوسط وتحديد السياسات المشتركة في هذا الإطار. والأهم إيجاد. وخلال المنتدى دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة إلى توجيه الأموال التي تنفق من أجل إدارة نفقات الهجرة غير النظامية لتمويل مشروعات تنموية في دول المصدر. وأضاف الدبيبة إن مشكلة الهجرة تؤرق الكثير من الدول، كل الدول الإفريقية تريد التواصل مع الشمال، وكثير منها يمر بأزمات من الحاجة والمجاعة، وأفريقيا تعاني من ويلات الاستعمار والاستغلال ونهب ثرواتها خلال 50 عاما الماضية، ما يدفع المواطن الإفريقي للبحث عن لقمة العيش وهو يقطع طريقا صعبا ووعرا ومليئا بالأخطار وينتهي أحيانا بالموت على أمل الوصول إلى أوروبا حسب حديثه في المنتدى. وفي ذات السياق أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن السببين دفعها للمشاركة في المنتدى المنعقد في طرابلس، أولهما تعزيز التعاون مع دول البحر الأبيض المتوسط، والثاني التأكيد على أنه لا يمكن لأحد بمفرده التغلب على تحدي الهجرة غير النظامية. فيما قال نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي مارغيتش شيناس إن الاتحاد سيكون دائما داعما لليبيا في ملف الهجرة غير النظامية، مشيرا إلى تراجع تدفقات الهجرة حاليا مقارنة بالوضع قبل 5 سنوات. أما رئيس الوزراء التونسي أحمد الحشاني صرح أن بلاده لا تستطيع أن تكون دولة عبور أو دولة لجوء، ولن تكون دولة رهينة، ولذا يجب أن يكون هناك حل لملف الهجرة غير النظامية بشكل جماعي. وأكد أن معظم المهاجرين من جنوب الصحراء ولديهم الحق في حياة أفضل، وتونس تعاملت مع هذا الملف على حساب خزانتها العامة حسب تصريحات الحشاني. ومنذ أكثر من 13 عاما تعاني ليبيا من انفلات أمني جراء الأزمة السياسية الحادة التي جعلت منها وجهة للمهاجرين غير النظاميين الوافدين من العمق الإفريقي، وأيضا ظهور مئات من عصابات تهريب البشر والوقود. إذن للنقاش حول موضوعنا لهذا اليوم نرحب بضيوفنا، كل من باريس الدبلوماسية الدكتورة صالحة شتاوي، كذلك من باريس مستشار الخارجية الفرنسية السابق سيد مناف الكيلاني، ومن روما الكاتب الصحفي وعضو نقابة الصحفيين الإيطاليين سيد محمد يوسف، كما ينضم إلينا رئيس حزب صوت الشعب سيد فتحي الشبلي. أرحب بكم ضيوفنا جميعا في هذه المساحة. اسمحوا لي أبدأ مع الدكتورة صالحة شتاوي. سيدة شتاوي، نرحب بحضرتك. كيف يمكن لمنتدى الهجرة في طرابلس أن يسهم في تعزيز الحوار بين دول أوروبا وأفريقيا بشأن إدارة الهجرة غير النظامية؟ وما هو دور الجانب الليبي في تحديد السياسات المشتركة مع الدول الأوروبية والإفريقية للتعامل مع التحديات المتعلقة بالهجرة عبر المتوسط، ونحن نمر بحالة انقسام سياسي وحكومتين شرقا وغربا؟
مرحبا سيدي العزيز، ومرحبا بضيوفك الكرام ولكل المشاهدين. أهلا بحضرتك. أولا، ملف الهجرة غير جديد على الساحة الليبية، قبل حتى انقسام الحكومات فهو ملف شائك منذ القدم يعني. ولكن كان هناك يعني قانون رقم 19 لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة الغير مشروعة، وهناك يعني بنود وتنص على يعني على قوانين، لو نفذت هذه القوانين لما حدث ما يحدث الآن في ليبيا وفي تونس وفي دول الجوار. ولكن الموضوع يظل يعني يظل دائما متشابك ومعقد بسبب كما تطرقت سيدي العزيز بالانقسام السياسي والمشاكل التي طرأت على الساحة الليبية والساحة الدولية والإقليمية، كلها شاركت في هذه الفوضى الخلاقة يعني. وليست يعني الهجرة لا تعني يعني الهجرة تهريب البشر فقط، هناك تهريب لموارد الدولة الليبية، وهناك تهريب لمعادن الدولة والنفط والذهب. فالهجرة هنا التي تأتي من دول الأفريقية وتمر عن طريق تونس وليبيا، والمتضرر منها يعني دول العبور سواء أو دول الاستقرار جنوب المتوسط هي الدول الأوروبية. يعني ملف الهجرة ساهمت فيه بشكل كبير في عدم علاجه بطريقة صحيحة الدول الأوروبية. يعني لو باش نكون أكثر وضوحا، يعني ملف الهجرة لم يجد الأداة التنفيذية التي يمكنها بالفعل يعني العمل على إنهاء هذه الظاهرة بعيدا عن الاستغلال السياسي لها. يعني بعض الدول الأوروبية تصرفت بشكل غير مهني وغير صحيح عندما تواصلت مباشرة مع قادة عمليات التهريب في ذلك الوقت، وقامت بدعمهم ماليا عبر أجهزة مخابراتها ظنا منها أنها قد تنهي هذه الظاهرة، لكن للأسف لم تنتهي هذه الظاهرة، بل هي قوت هذه القوات أو الميليشيات بمبالغ رهيبة، وأصبحوا رؤوس مافيا منظمة يعني في هذا العمل. واتهم الجانب الأوروبي بهذا التمويل لاحقا. واتهم الجانب الأوروبي بهذا التمويل لاحقا بأنه يسهم في عمليات الهجرة غير النظامية وما يمر به المهاجرون في ليبيا على سبيل المثال. نعم، هم تورطوا عندما دفعوا الأموال الطائلة، هذه المبالغ الكبيرة لقادة الميليشيات، هم تورطوا وزادوا من أزمة تهريب البشر، يعني ساهموا فيها بشكل أو بآخر. ولكن أنا من وجهة نظري عندي نقطة ثانية وهي الأهم، اللي هي عدم تأمين الحدود الليبية. يعني المفترض أنك تؤمن الحدود الليبية، لكن نتيجة هذا الانقسام والانسداد السياسي هو ما بعثر الدولة الليبية وخلاها متشتتة. لو تم تأمين حدودنا مع الدول المجاورة يعني لم تدخل هذه الأفواج من أفريقيا، لأنهم عبارة عن عصابات مافيات منظمة سواء كانوا في أفريقيا أو في ليبيا. يعني لا تقتصر مدن معينة على تهريب البشر. طيب. بس هناك مدن بعينها كانت يعني استعملتها قادة الميليشيات، وللأسف بعض المسؤولين أصحاب النفوذ يعني متورطين، وكان في كلام من السيد النائب العام في 2018 بهذا الخصوص، ولكن حتى الآن لم يصدر أي يعني أي محاسبة أو أي عقاب لهذه العصابات. يعني طيب. أصبحت عصابة منظمة تمر يعني ضيعت البلاد ويعني وتركتنا في نعم دكتورة صالحة في أبواب لا نعم اسمحي لي سأعود لحضرتك، لكن أذهب إلى ضيوفنا وأعود لحضرتك في عدد من النقاط التي أشرت إليها حضرتك. أذهب إلى سيد مناف الكيلاني. سيد كيلاني، أرحب بحضرتك. كيف تقيم تأثير منتدى الهجرة في طرابلس على العلاقات الليبية مع الجانب الأوروبي والتعاون الثنائي في مجال إدارة الهجرة غير النظامية، خصوصا أن المشاركين في المنتدى يمثلون صفات اعتبارية عالية في بلدانهم، ويبدو أن هناك اهتمام كبير في وضع حد لهذا الملف؟ اسمح لي بالتعليق بشكل بسيط على ما قالته السيدة صالحة التي أنضم إليها في كل ما قالته، وأضيف بشكل واضح أن غياب عدم وجود الدولة الليبية، عدم وجودها بشكل مطلق لا في الغرب ولا في الشرق،
هو الذي يسمح بهذه الحالة، حالة الفلتان الكامل في الحدود البحرية، الحدود مع الجنوب طبعا وكذلك مع الشرق والغرب، لأن المهاجرين الغير نظاميين يأتون من كامل هذه الحدود المفتوحة والتي لا تسيطر عليها الدولة، لأن الدولة غير موجودة. لو كان هناك أي تطبيق لأي قرار سيادي أو قانون فهذا سيكون بفعل دولة حقيقية موجودة، ولكن يبدو على ما يبدو أن لا أحد، وهنا أجيب على سؤالك سيدي، أن ليس هناك من الكثير من دول الجوار على الأقل من الطرف الأوروبي منهم راغبون بأن يكون هناك وجود من جديد لدولة ليبية موحدة. لماذا؟ لأن المطامع كثيرة سيدي، لأن المسح الجيولوجي لم يتم أثناء الحقبة الاستعمارية، أثناء الاستعمار الإيطالي. عرفت فيما بعد الشركات في النقل المهتمة بهذا الموضوع، عرفت بأن ليبيا تحتوي في باطنها على ثروات لا حصر لها، ليس فقط الغاز، ليس فقط البترول، لكن هناك ثروات أخرى من جميع لم يتم أو ربما يتم البحث والتنقيب عنها بشكل غير نظامي وغير مسموح به. بمعنى آخر، هناك مصلحة لجهات حكومية وغير حكومية فاعلة من الطرف الأوروبي لكي لا يكون هناك وجود للدولة الأوروبية. وانتبه هذه النقطة، لأنت ذكرت قبل قليل سيدي حضور السيدة ميلوني، وطبعا السيدة ميلوني تمثل إيطاليا. إيطاليا ربما تكون الدولة الوحيدة مع مالطا لأنهم الجيران الأكثر قربا من ليبيا، لا أذكر الطرف اليوناني لأنه مغير تماما، الذين لهم مصلحة بأن يكون هناك وضعية استقرار في ليبيا. ليس فقط لمسألة الهجرة، لأن الهجرة بكل تأكيد هي تعبر إيطاليا نحو دول الشمال الأوروبي، وطبعا كل يغني على ليلاه، الجميع يأتي بجميع بنفس التصريحات دون يكون هناك أي تطبيق على أرض الواقع. جميع الإجراءات التي اتخذت، القرارات ما فيها القوى البحرية وما إلى ذلك والدوريات، كل هذا كلام وهي جعجعة، اسمح لي بهذه الكلمة، جعجعة فقط لإملاء الفراغ دون أن يكون هناك فعلا منع لهذه الهجرة. يبقى أن بكل تأكيد إيطاليا لها المصلحة الأولى لكي يكون هناك وضعية ثابتة، والسيدة ميلوني عندما تأتي وتأتي هذا الخطاب أولا تتوجه نحو الطليان بهذا الخطاب للقول بأننا نطبق السياسات التي وعدناها من خلال الحملات الانتخابية، وهناك استمرارية للحكومة الإيطالية، وهذا أمر ملفت للنظر. هذا يعني أن هناك فعلا رغبة من طرف إيطاليا، وكذلك هي رسالة موجهة للطرف الليبي سيدي. نعم. أن الطرف الليبي يمكن أن يتعاون بكل ثقة اليوم مع إيطاليا التي لم يعدها الطموح الاستعمارية السابقة، بكل تأكيد ترغب بأن تكون لها حصة الأسد في استغلال الثروات الباطنية في ليبيا، ولكن على شرط أن يكون هناك دولة ليبية تتعامل معها كما كانت الحال مع النظام السابق، وكان الحال بكل تأكيد أفضل مما يكون. وأتى بشكل مختصر سيدي. نعم. هل أفهم من حضرتك أستاذ مناف بأن المنتدى هو فقط يخدم مصالح هذه الدول ولا يطرح حلول حقيقية؟ هكذا نفهم من حديثك؟ لا أبدا. الحلول غير موجودة اليوم سيدي في ظل غياب الدولة الليبية، ولكن المنتدى يقوي على الأقل وضعية بعض الدول خصوصا إيطاليا ومالطا بكونهم الشركاء الحقيقيين الواعدين أو الذين يمكن الاعتماد عليهم مستقبلا، لأن باقي الشركاء بكل تأكيد لا يرغبون بأن يكون هناك وجود أو حضور من جديد للدولة الليبية السيادية. نعم. طيب أعود لحضرتك أستاذ مناف، اسمح لي أذهب إلى سيد محمد يوسف الكاتب الصحفي وعضو نقابة الصحفيين الإيطاليين من روما. سيد يوسف، يعني بناء على البيانات الأخيرة، بلغ عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم في البحر خلال عام كامل أكثر من 30,000 شخص، معظمهم وصلوا إلى أوروبا انطلاقا من السواحل الليبية حوالي 17,000، لكنها توضح أيضا أن نسب الوافدين انخفض بنسبة 60% تقريبا عما كانت عليه في نفس الفترة خلال عام. فكيف ترى تطورات تدفق الهجرة غير النظامية إلى إيطاليا وأوروبا عموما خلال الفترة الأخيرة؟ هل هناك اتجاهات محددة أو أسباب معينة تراها مؤثرة بشكل كبير أسهمت في خفض هذا الرقم 60% تقريبا؟
السادة المشاهدين وبالضيوف الكرام، أهلا طبعا بحضرتك. بالنسبة لمشاركة جورجيا ميلوني في هذا المؤتمر هو لإثبات أن إيطاليا تتقدم في علاقاتها مع الدولة الليبية، ولكن إذا ما نظرنا إلى أصل المشكلة الذي يظل كائن ولن نجد له حلا لو عملنا حتى 100 مؤتمر من هذا النوع، وهو المشكلات الحرب الدائرة في السودان، الحرب الدائرة في غزة، الحروب الدائرة في الصراعات الداخلية الدائرة في دول أفريقيا، هي التي تؤثر على هذه الدول. لم نحدد الدولة الليبية هي دولة برلمانية أم دولة ذات نظام رئاسي، بالتالي تظل ليبيا. وأشكر طبعا وأحيي من كتب التقرير الذي قال في ظل الانقسام الليبي، لم تسعى هذه الدول إلى أن توحد ليبيا لكي تجد ليبيا موحدة أمامها، لكي يتم وضع استقرار في السواحل الليبية وفي الدولة الليبية لكي يجدوا مفاوضا جادا معهم. ليبيا تعاني من الانقسام، وبالتالي صناعة القرار لن يتم فرضها على جميع الأراضي الليبية، بالتالي من يجتمعون يكسبون أرضا. جورجيا ميلوني تسعى لأن تكسب أرضا في الصراعات الدائرة على الأراضي الليبية ما بين فرنسا وتركيا وروسيا ودول الناتو، بالتالي هناك صراعات لتقسيم ليبيا. يقف الشعب الليبي، لابد أن يقف الشعب الليبي موقف موحد أمام ما يحدث، وإلا سنجد ليبيا مقسمة إلى طويلات. بالتالي هذه المؤتمرات لابد أن يقف الشعب الليبي وممثله الشعب الليبي، لابد أن يقفوا ويطالبوا هذه الدول والمجتمعون بعدم التقاط الصور البراقة اللي طالعين كلهم يضحكوا فيها بالأسلوب المصري، يعني طالعين نتبادل الضحكات والقبلات ونسلم على بعض، وفي الآخر الحال الليبي يبقى كما هو عليه. الشعب الليبي، لكن الأرقام انخفضت، البيانات تشير بأن الأرقام انخفضت، رغم ذلك المنتدى لم يشر لذلك، وهي بمعية منظمات غير حكومية. الأرقام انخفضت بسبب أن إيطاليا قامت بوضع قوانين تحد من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان في أن تأتي إلى سواحلها بالسفن التي كانت تأتي بها من قبل، وبالتالي وضعت قوانين لمصادرة هذه السفن التي كانت تأتي بالمهاجرين من دول المنشأ. بالتالي هذه القوانين حدت من توافد هذه الموجات من الهجرات التي كانت تساعد فيها منظمات العمل الإنساني، وبالأخص ما كانت تقوم به المنظمات في ألمانيا وفي فرنسا. بالتالي حدت هذه القوانين من موجات الهجرة الغير شرعية، ولكن الأصل في المشكلة يبقى في الحرب الدائرة والحروب الأهلية الدائرة في أفريقيا، والوضع المنقسم في ليبيا الذي يقف أمامه المجتمع الدولي والمجتمع الأوروبي والدول الأوروبية صامتة وكأنها تلف في حلقة مفرغة. على طبعا أنا أقدم النصح ولا أقدم طلبات، يعني ما أرجوه من ممثله من ممثلي الشعب الليبي أن يطالبوا جورجيا ميلوني ومن أتى من الأوروبيين إلى الأراضي الليبية أن يقفوا وقفة إلى جانب الشعب الليبي، وقفة جادة لتوحيد ليبيا تحت رئاسة رئيس واحد يتفق عليه الشعب الليبي، بالتالي سيكون هناك الاستقرار في السواحل الليبية، ولن يكون هناك تمويلات إلى هذا وذاك من الميليشيات التي تتبعثر في الأراضي الليبية يمينا وشمالا دون رادع لها. سأعود لحضرتك، اسمح لي أذهب إلى سيد فتحي الشبلي رئيس حزب صوت الشعب. سيد الشبلي، كيف يقيم الحزب وحضرتك رئيسة الخطة الإيطالية، خطة سماتية المعلنة، أيضا تصريحات خلال منتدى الهجرة الذي انعقد في طرابلس، ما هي النقاط الرئيسة التي تثير قلق الحزب وقلقك يعني كحزبي ناشط في المجال الحزبي بشأن هذه الخطة؟ أولا مساء الخير عليك وعلى ضيوفك. أهلا بحضرتك. الكرام، وأؤكد على ما جاء في كلمات ضيوفك الثلاثة وخاصة السيد الأخير من إيطاليا. نعم. هذا أولا. أنا لشعوري بأهمية هذا الموضوع ولشعور الحزب ونحن كحزب صوت الشعب
حتى هذا اليوم أصدرنا 6 بيانات واضحة وأحناها نشخص فيها عملية الخطر الداهم الذي يواجهه الشعب الليبي. عفوا أنا دولة احترامي للسيد أحمد عرابي لما استطعت أن أشارك لأنني منذ ساعتين خرجت من طبيب الإسلام، ولكن لأهمية هذا الموضوع نقدر وقتك على الشعب الليبي. أنت تعرف سيدي الكريم لضيوفك أن ليبيا هي بوابة أفريقيا ويسكنها 6 أو 7 ملايين، ويحيط بها هلال من مصر إلى تونس، تعداده حسب 2022 ¼ مليار من البشر، متوقع أن يكون في سنة 2060 ½ مليار من البشر. في هذه الظروف التي يعيشها هذا الهلال من انعدام للتنمية، من جوع، من فقر، من نهب لثرواته، أين سيتجهون؟ سيتجهون إلى هذا الفراغ المسمى ليبيا، إلى هذه القارة الصغيرة التي يسكنها 6 مليون. نحن اليوم سيدي الكريم الإحصائيات تقول أن هناك 3 مليون أفريقي موجودين في ليبيا. قصة ماتي صندوق الفارغ يسمونه empty box، والذي سمته منظمات حقوق الإنسان في أوروبا ولسنا نحن، هذه خدعة استعمارية تقوم بها إيطاليا، وماتي هو إيطاليا، وهذا المشروع الذي ينادي به ماتي هو استعمار جديد للقارة الأفريقية، يتلخص في أن تقوم الدول الأفريقية بإحداث تنمية في الدول الأفريقية للسيطرة على المصادر، أي أن تقوم بإنشاء مصانع في كافة المجالات، تقوم بتشغيل الأفارقة فيها حتى لا يعبروا الصحراء ويذهبوا إلى أوروبا. ونحن فوجئنا اليوم بالرغم من أننا نبهنا إلى هذا المشروع منذ أسبوع، وطلبنا من المسؤولين الليبيين عدم السماح أو عدم المجاراة هذا المشروع الذي تدعو إليه السيدة ميلوني الآن بكل قوة. ما يحدث الآن والخطر الداهم والذي يجب أن يفهمه الليبيين أنهم مهددون بالانقطاع، لأن اليوم هناك 3 مليون، هذا يعني نص الشعب الليبي، ولكن بعد 5 أو 10 سنوات قد يكونون 50 مليون أو 20 مليون. اسمح لي، يعني لا عليك. نعم، في هذه النقطة بالتحديد أنا طلعت على بيان حضرتكم الذي نشرتموه اليوم. ما هي الحلول التي يقترحها حزب صوت الشعب لإدارة أزمة الهجرة غير النظامية بشكل أكثر فعالية؟ ونسأل عن الدور الحكومي أو التنفيذي في ظل الانقسام الحاصل، أيضا المجتمع الدولي في دعم هذه الحلول، خصوصا أن هناك صوت في الداخل الليبي يتحدث عن مخاوف من تحول ديموغرافي، وأن هناك تنامي للجريمة عبر للحدود، وهناك عصابات باتت اليوم تتمركز وتنشئ لنفسها مناطق نفوذ، وهناك صوت يقول بأن هنالك خط يذهب باتجاه أن ليبيا توفر إقامات للأفارقة وكذلك دول الجوار ليبيا، دول العبور، ثم تذهب هذه الإقامة إلى منحنى آخر يذهب إلى الجنسية ربما، وعملية توطين دائمة في المنطقة. ولا نتحدث هنا عن بشكل عنصري، لكن نتحدث عن خطة يريد أحدهم من الجانب الأوروبي تمريرها. سيدي الكريم، سفير الاتحاد الأوروبي الإيطالي أورلاندو يعمل، ونحن أصدرنا بيانين ضده وطلبنا حكومة الوحدة الوطنية بطرده من ليبيا. هذا الرجل يعمل على قصة توطين الأفارقة في ليبيا، وأول خطوة يقوم بها أن هناك حسب منظمة اليونيسيف 56,000 طفل أفريقي في ليبيا اليوم، منهم 14,600 غير مصاحبين، أي أن أمهاتهم وأبائهم ماتوا. والسيد الآن هذا الصغير بكل وقاحة يضغط على حكومة الوحدة الوطنية بأن يتم توطين هؤلاء 14,600 طفل في دور الرعاية الليبية. ولعلك اطلعت على البيان الذي أصدرناه بالخصوص، وقلنا له عليك أن تفتحي
هذه مشكلتكم، انتم من سرق مخدرات هؤلاء الأفارقة، انتم من قتل ابائهم، وانتم من قتل الان ابائهم في عبورهم للصحراء. ما هي الحلول في ظل الانقسام؟ ما هي الحلول؟ الحلول هناك حلول على الاجهزه الامنيه اذا كان هناك وطنيين في ليبيا، ونحن اليوم اصدرنا بيان بهذا الشان، الامن الداخلي والامن والجهاز الاستخبارات والهجره غير الشرعيه والحكومتين ان تعمل على ترحيل هؤلاء وتسخر كل الموارد. نحن لا نريد ميزانيه ب 180 مليار، لان هناك خطر يتهدد وجودنا ووجود اولادنا واحفادنا. لكن كلامك يفسر على انه عنصري في ظل الازمه الراهنه ضد المهاجرين. ليس عنصري سيدي، ليبيا لم توقع على اتفاقيه جنيف التي تم ابرامها في سنه 1950، وكل القوانين الليبية منذ عهد المملكة وعهد الجماهيرية وعهد فبراير تعتبر كل من يدخل ليبيا بدون تأشيرة هو غير شرعي ويجب تأخيره. نحن لسنا عنصريين، يجب أن يتم ترحيل هؤلاء بكل أدب واحترام. اليوم هذا السفير الإيطالي الذي يمثل الاتحاد الأوروبي يخرج على منظمة إكس ويقول أن هناك عمليات تعذيب واغتصاب وقتل غير شرعي داخل مراكز الاحتجاز الليبية، وهو تشويه. لكن هذا جزء منه كان يحدث بشكل إنساني، لا يمكن التغاضي عن ممارسات خاطئة مع المهاجرين. سيدي الكريم، إمكانيات ليبيا في أنك أنت تضع 3 مليون أفريقي في معسكرات الاحتجاز لابد أن تحدث تجاوزات. انظر إلى التقرير الذي صرح به المفوض السامي لحقوق الإنسان والذي صدر منذ أسبوع، والذي نحن أصدرنا بيان الذي يشوه كل الحقائق في ليبيا ويقول أن المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا يتعرضون إلى الابتزاز وإلى الاغتصاب وإلى 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 ولعلمك ولعلم نعم. الليبيين تقاريرهم تذهب إلى محكمة الجنايات الدولية لتوريط ليبيا غدا في أنها ضد حقوق الإنسان وأنها ضد. نحن يا سيدي الكريم عندما نقول هذا الكلام وعندما نتحدث بهذه اللهجة الحادة لسنا عنصريين. اليوم الرئيس التشادي هو في قلب طرابلس، نعم، هو الذي صرح بالعنصرية عندما قال أنا جئت وأتحدث باسم إفريقيا السوداء. نعم. أي إفريقيا السوداء تتحدث عنها أنت؟ لولا ليبيا لما كنت تحكم تشاد اليوم ولا ما حكى طيب. أباك أمس. طيب. نحن لسه والدليل أعطيني 30 ثانية. نعم. والدليل أننا نحن شعب متسامح وشعب طيب. هناك اليوم 3 ملايين الأفارقة، لا تجد أفريقي اليوم في ليبيا ينام في الشارع، ولا تجد أفريقي جائع، ولا تجد أفريقي مضطهد، يعملون ويشتغلون في كل المجالات ولم يتعرضوا إلي اعتداء رغم أنهم طيب. يمثلون خطرا حقيقيا على وجودي. نعم. طيب أشكرك جزيل الشكر، شكرا لوقتك، متمنين يعني لك الشفاء العاجل. أشكرك جزيل الشكر. أعود من جديد للدكتورة صالحة الشتاوي. دكتورة صالحة، كيف تقيمين الأثر السياسي والأمني لزيادة تدفق الهجرة غير النظامية على ليبيا والمنطقة؟ ومن وجهة نظرك هل ثمة خطوات عملية يمكن أن تتخذها ليبيا لتحقيق استقرار أفضل في هذا الملف وتعامل بشكل فعال مع تحديات الهجرة؟ نتحدث عن منظمات وعصابات عابرة للحدود دخلت إلى البلاد، ربما تذهب أيضا وتستقر في مناطقها التي هي أصبحت مناطق نفوذ بالنسبة لها. نعم، للأسف كذلك الليبيين مسؤولون ليبيين متورطين في قضية تهريب البشر، لأن أصبحت العصابات ليس يعني مختصرة على على على
على قادة ميليشيات فقط أو قادة مافيات تهريب البشر. تجارة. هناك مسؤولون متورطون، وصرح بها النائب العام في سنة 2018، ولعند الآن لم يحاسب أحد فيهم. نعم. فباللي بيحاميها حراميها، يعني كيف تبي تحل هذه القضية إذا كان هم من في المشهد سبب في هذه الورطة؟ يعني لا توجد معايير الوطنية هنا، يعني غياب تام لمعنى الدولة، غياب ضمير، غياب لمعنى الوطنية إذا كان ما خافوش على بلادهم، لأن المهاجر من بينهم عصابات إجرامية، من بينهم عصابات إرهابية، من بينهم يعني مهربين المخدرات، أو من بينهم حالات يعني إنسانية ومظلومين أيضا، ومن بينهم ناس تبحث عن العيش الكريم، سواء في 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 بلدان العبور او الى اوروبا. يعني مش كلهم اكيد، في ناس يعني مظلومين، لكن تظل المشكله وين؟ في تامين الحدود، اذ لم تفعل. نحن عندنا اتفاقيات وفي قوانين. اشرتي حضرتك قبل قليل اشرتي بان لا يوجد الاداه التنفيذيه التي يمثلها اي اتفاق فيما يتعلق بملف الهجره. ماذا تقصدين بالأداة التنفيذية؟ ما هي أو ما طبيعتها؟ الأداة التنفيذية، أنا أقصد إن ملف الهجرة لم يجد الأداة التنفيذية التي يمكنها بالفعل العمل على إنهاء هذه الظاهرة. في ظل هذا الانقسام وهذه الفوضى، من سيدير هذا الملف؟ من سيؤمن الحدود؟ نحن الآن حدودنا مفتوحة على الجميع، يعني ظلت بعض القنوات مؤمنة، بعض الجهات مؤمنة، وغيرها غير مؤمنة. حتى الطرف الآخر الأفريقي عليه أن يتحمل المسؤولية، يعني لا يترك تدفق المهاجرين بهذه الكيفية. هناك اتفاقيات بيننا وبين دول والدول الحدودية، عليهم تفعيل هذه الاتفاقيات، لكن من سيفعل فعلها هذه الاتفاقيات؟ من مع من؟ ونحن في ظل هذا الانقسام. نعم. طيب. من سيتعامل إذا تعاملت حكومة الوحدة الوطنية مع الدول الحدودية؟ ستجد فراغ كبير، يعني في خلل. إذا تعاملت حكومة السيد حماد ستجد خلل كبير. حتى هم الأخوة الأفارقة للأسف يعني عليهم عبء، وعليهم هنا دور الاتحاد الأفريقي. يعني المفترض من وجهة نظري أن تكون الحلول بين الاتحاد الأفريقي وبين الاتحاد طيب. الأوروبي مجتمعين هم الاثنين، وليس الحكومة الليبية سواء في الشرق أو في الغرب. نحن علينا لملمة هذه الحكومة في حكومة واحدة مستقرة لكي نؤمن حدود البلاد، لكن هذه مسألة الاتحادين، الاتحاد الأفريقي والأوروبي، عليهم أن يجتمعوا مع بعضهم ويحطوا يعني نقاط معينة وترفع إلى جهات الاختصاص، يعني في المجتمع الدولي، يعني كل طيب. الكل مساهم في هذا المجال. نعم يعني. اسمحي لي أعود إلى سيد ملف كيلاني من جديد. سيد كيلاني، ما هي التحديات الرئيسة التي تواجهها دول الاتحاد الأوروبي في التعامل مع أزمة الهجرة عبر المتوسط، حيث فشلت كل البرامج السابقة؟ اليوم هناك اتهامات لسوء معاملة الاتحاد الأوروبي لهذا، أو إدارة الاتحاد الأوروبي لهذا الملف، وتمويل يرسل إلى جهات في ليبيا متهمة بالإساءة للمهجرين. إضافة لذلك هناك اتهام آخر، وهو تجاهل عمليات الإنقاذ، وأن كل العمليات الأخيرة تقريبا كانت بمعية منظمات غير حكومية نشطت بنسبة تزيد عن 50% عن العام الماضي. اسمح لي باستخدام كلمة استخدمتها السيدة صالحة، وكلمة فاعلة. من هي القوى الفاعلة سيدي في الاتحاد الأوروبي؟ هل الاتحاد الأوروبي هو قوة فاعلة فعلا؟ بكل تأكيد لا، هي مجرد منظمة اقتصادية أصلا تسمح بالتبادل الداخلي بين أعضائها، وهذا هو الحد الأكبر الذي يمكن أن نطلبه من الاتحاد الأوروبي. ليس لها قوة عسكرية، ليس لها قوة شرطة، ليس لها قوة خفر سواحل موحدة، ليس لها أي صفات الدولة السيادية، لأنها ليست دولة. لذلك لا يمكن أن نطلب من الاتحاد الأوروبي ما لا طاقة له به. إذن تبقى الأمور بين ليبيا مثلا أو دول الجوار مع الطرف الآخر، أو الدول المعنية من الطرف الآخر من المتوسط، أي كما قلت قبل قليل إيطاليا بشكل رئيسي،
مالطا، يمكن أن نطلب من فرنسا، ولكن فرنسا ليس لها أي رغبة فعلا بأن يكون هناك إعادة اتحاد للدولة الليبية، لأن لها من يتعامل معها بالطرف الآخر اسمح لي من ليبيا أي في الشرق الليبي، وهناك حضور أمني وعسكري ليبي عفوا فرنسي في الشرق الليبي هذا المعروف، أي أنها تسعى وكذلك في الجنوب أي من جهة تشاد أنها تسعى شيئا فشيئا لكي يكون هناك وضع مناسب لمطامعها على الأقل في الأراضي الليبية. فيما يتعلق بمسألة حماية الحدود، إن كان هناك على الأقل استتباب عفوا للأمن في مكان ما في ليبيا، فهذا سيكون نقطة البدء لكي تسعى الدولة الليبية فيما بعد لترسيخ وجودها بشكل فاعل أول على أراضيها، ومن ثم تطبيق الاتفاقيات المبرمة مع الأطراف الأخرى. ستكون عفوا لن يكون هناك اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، لأن يعني ليس دول الاتحاد الأوروبي جميعها معنية، اسمح لي، ليست فنلندا معنية، ليست الدنمارك معنية بهذا الأمر، هناك فقط دول معنية، أولا إيطاليا لأنها دولة العبور والتي هي تتحمل الموجة الأولى فلنقل من العبور، وعليها طبعا ليس هناك مساعدات، لا تتلقى أي مساعدات، وعلى ذلك هي تبني علاقاتها مع تونس ومع ليبيا. سيدي لاحظتم بأن في العامين الماضيين السيدة ميلوني تذهب كل فترة كل أسبوع أو أسبوعين إلى تونس أو ليبيا أو تلتقي بهذا أو المسؤولين من هنا وهناك. أصبح لإيطاليا فعلا حضور فاعل، وأتبه النقطة لماذا؟ لأن إيطاليا والطليان هم أذكياء اسمح لي، يعلمون بأن مسألة الاتحاد الأوروبي أي منظمة الاتحاد الأوروبي هي في طور الانفراط في طور التفسخ، وتريد أن تضمن حقوق إيطاليا، تريد أن تضمن مصالح إيطاليا مستقبلا، وذلك بإبرام اتفاقيات فقط إيطالية ليبية إيطالية تونسية إيطالية جزائرية، وتبقى الأمور كما هي لكي تطبق فيما بعد، لأن إيطاليا ستعود فيما بعد إلى الطرف الليبي ولكن بحضور أقوى، وهي بدأت اليوم فعلا بتطبيق اتفاقيات أمنية أبرمتها مع الطرف على الأقل الغربي من ليبيا. نعم، طيب أذهب إلى الأستاذ محمد يوسف. سيد يوسف، هل الجانب الأوروبي يريد تحميل دول عبور المهاجرين مسؤولية تدفق المهاجرين؟ الحديث عن أن الروزنامة الأوروبية المشاركة في المنتدى اليوم تسعى لتوطين المهاجرين بشكل أو بآخر في هذه الدول، وذلك بحسب تصريحات أولية التي تمهد لذلك، فهل ستسعى هذه الدول لتحميل مسؤولية حماية حدودها على دول العبور وتاليا وقف تدفق المهاجرين باعتقادها؟ لن تستطيع هذه الدول أن تقوم بهذه الخطة، وذلك لثلاثة أسباب. أولا الحروب الأهلية الدائرة في دول أفريقيا، دول المنبع لا تعتني بالحد الأدنى لمعيشة المواطن فيها، الحالة الانقسامية وحالة الانقسام في ليبيا والتي ننادي أو نناشد من خلالها القادة الليبيين بالعودة إلى قواعد التربية والثقافة الليبية التي تعودنا عليها، وهو أن ليبيا دولة موحدة. ننادي بالديمقراطية، علينا أن ننصاع إلى الديمقراطية وأن يترك كل كرسيه من أجل تقدم الدولة الليبية. سيظل الوضع كما هو عليه طالما بقيت هذه الحروب الأهلية دائرة، والاتحاد الأوروبي يتنغم أو يكسب من ورائها. بترول ليبيا ينعم بها الاتحاد الأوروبي، ولا يعود على المواطن الليبي أي دخل من البترول الذي يتم سرقته عن طريق الدول الكبرى والدول الأوروبية بعينها، ولن أسميها، نعم الجميع أعلمها. طيب، الحرب الدائرة في السودان ستكون منبع للهجرات الغير شرعية، ومرورا من وسط أفريقيا بالسودان بجنوب ليبيا إلى البحر المتوسط. أشكرك. إذا ما تمت حالة من الفوضى في مصر، فستتصاعد هذه الموجات، وستكون أشكرك. أوروبا مهددة بالأمن القومي وأمنها الوطني. شكرا جزيلا لحضرتك، أشكر ضيوفنا الذين كانوا معنا خلال هذه المساحة، من باريس الدبلوماسية الدكتورة صالحة شتاوي، كذلك من باريس مستشار الخارجية الفرنسية سابقا سيد مناف الكيلاني، من روما الكاتب الصحفي وعضو نقابة الصحفيين الإيطاليين سيد محمد يوسف، كذلك كان معنا رئيس حزب صوت الشعب سيد فتحي الشبلي. شكرا لكم.
أما الآن مشاهدينا نلقي نظرة سريعة على تناول بوابة الوسط لأهم المواضيع خلال 24 ساعة الأخيرة. مزيد من الأخبار والمعلومات زوروا موقع القناة الإلكترونية الوسط.ly. إلى اللقاء.